وفقا لحركه الممرضين وتقنيه الصحه. بالنسبه للوقفه ديال اليوم هي وقفه اللي اعلن عليها المجلس الوطني لحركه الممرضين وتقنيه الصحه في البيان الثالث ديالو، واللي على الاساس ديالها تنفيذا للخلاصات ديال المجلس الوطني. حنايا اليوم في هذه الوقفه هنايا امام المديريه الجهويه للصحه بجهه مراكش اسفي على اساس جوج ديال المطالب. المطلب الاول هو الانصاف ديالنا في التعويض على الاخطار المهنيه، والمطلب الثاني هو المراجعه ديال شروط الترقي المجحفه لنا حنايا كفئه ديال الممرضين وتقنيه الصحه. كما لا يخفى على الجميع هو انه الممرضين المغاربه العدد ديالهم اكثر من 35000 ممرض اللي كاين في المغرب، ولكن مع كامل الاسف هو انه في التعويضات على الاخطار المهنيه اللي كنتلقاو كنتلقاو 1400 درهم شهريا، وكنتساووا مع كل فئه العاملين في قطاع الصحه، ولكن بالمقابل كاينه فئات اخرى اللي كيوصل التعويض اليوم حتى 5900 درهم. حنا ما كنهضروش على فئات اخرى، ولكن حنا كنهضروا علينا حنايا كممرضين ان هذا التعويض هذا هو تعويض اللي هو هزيل ولا يوازي قيمه المتطلبات اللي في كاينه في الحياه اليوميه، ولا يوازي كذلك غلاء ديال الاسعار اللي كنعانيو منه حنايا كفئه ديال الممرضين، بحيث انه ما من غير المعقول انه ممرض كنلقاو انه الراتب ديالو ما كيخولش باش انه يمشي يمارس المهام ديالو بكامل الاريحيه. وكنهضروا في المنتديات كنهضروا على الانسنه ديال العلاج ومجموعه من الشعارات اللي هو الاساس ديالها هو الممرض، والممرض كيعاني من هذه الناحيه. كذلك بالنسبه لشروط الترقي المجحفه كاينين مجموعه من الفئات اللي هنايا في الوظيفه الصحيه، مجموعه من الفئات اللي يكفي انهم يدوزوا 4 سنين في الوظيفه باش انهم يترقاو من سلم لسلم اخر. وكذلك النسبه ديال الترقيه اللي كتكون هي نسبه ديال 100%، يعني اجي كدوز الامتحان ديالك وكتخرج وانت ترقيتي سلم، بخلاف انه حنايا كممرضين وتقنيين الصحه حنا اكبر نسبه اللي كاينه في قطاع الصحه، وكنضطروا انه ندوزوا 6 سنين يعني عامين زايده لينا حنايا من العمر المهني ديالنا. وفي القطاع عندنا حنايا غير 13% اللي كينجحوا، الشيء اللي كيشكل واحد الارق مهني لينا حنايا كفئات ديال الشغيله الصحيه. جينا اليوم على اساس باش انه كناشدوا الضمائر الحيه لا من المسؤولين ديال الوزاره لا من المسؤولين على تسيير الشان العام، انه راه الممرض المغربي كيعاني الويلات، وانهم يشوفوا من الحاله ديالو، لانه راه لا يعقل انه في 2024 مقبلين على اننا ندخلوا ليها وكنلقاو انه الممرضين كيعانيوا من مجموعه من الارهاصات الماديه اللي خلاتهم في ظل هذا الواقع ديال غلاء الاسعار، ولينا كنشوفوا نماذج اللي يندلها الجبين، حيث انه مؤخرا كنشوفوا انه واحد الممرض بغى يشري واحد الحاجه اللي هي بسيطه، فاذا به كيقدم شيك كضمانه لهذاك السيد باش انه ياخذها. اذا هنايا ناقص ديال الخطر، بحيث لا يمكن بتاتا باش انه غادي نهضر على الانسنه ديال العلاج، ولا يمكن بتاتا باش انه هذا الممرض هذا يقدم الخدمات ديالو في مستوى اللي هو يرغب ليه اي مواطن. وفي الواقع في الاساس المادي ديالو هو كنلقاو انه هو كيعاني الويلات، وما يمكنش ذاك الراتب انه يوصل له حتى النصف الشهر. اذا هنايا كنشدوا كافه المسؤولين وكنقولوا انه الوزاره راه علنات على انه 25 في الشهر و26 و27 28 ابتداء من 26 27 28 29 في هذا الشهر عفوا غادي يكون واحد اللقاءات مع الشركاء النقابيين باش يناقشوا هذا المشكل ديال الاجر ديال الممرضين الى غير ذلك في هذا المجموعات الصحيه الترابيه. ولكن للاسف المضمون ديال هذا الاجتماع اللي هو واضح ما كاينش شي خلاصات اللي ممكن اننا نستبشروا بها، وحاليا كتجي هذه الوقفه هذه في سلسله ديال البرنامج النضالي اللي مازال فيه خطوات نضاليه اخرين، ونتمناوا الخير ان شاء الله مستقبلا. ايمان بن حدوش ممرضه متعدده التخصصات، اشتغل بالمركز الاستشفائي محمد الخامس باسفي. اليوم كنجسدوا واحد الوقفه امام المديريه الجهويه للصحه بجهه مراكش اسفي كعضو بحركه الممرضين وممرضات وتقنيي الصحه. كنجسدوا هذه الوقفه لنطالب بالحقوق ديالنا ونحافظوا على المكتسبات ديالنا. اليوم كممرضين وتقنيي الصحه كنطالبوا بجوج المطالب اللي هي اساسيه ورئيسيه، اللي هما الانصاف في التعويضات عن الاخطاء المهنيه، وكذا تحسين شروط الترقي. كيف كتعرفوا الممرضين والممرضات وتقنيي الصحه كانوا في الواجهه لمواجهه وباء كورونا، ومن هذيك لا بيريود حتى لدابا السيد الوزير ووزاره الصحه ما ردوش لنا البال، ما عوضوناش على الاخطار اللي تعرضنا لها لا في الجائحه ولا دابا، ما نصفوناش في التعويضات مقارنه مع الفئات الاخرى، ومازال ما حسنوش لنا شروط الترقي. اليوم بدورنا كممرضين وممرضات وتقنيي الصحه خارجين في الشارع باش نسمعوا الصوت ديالنا وكنناضلوا لتحسين يعني الوضع المادي اولا. ما غنكذبوش عليكم نقولوا الوضع المادي لانه رديء،
مقارنه مع الغلاء اللي كنعيشوه دابا، الغلاء المعيشي. وكنطلبوا من المواطنين والمواطنات والمرضى يسمحوا لينا على هذا الاحتجاج وعلى هذه الاضرابات اللي هي خارجه على الطوع ديالنا في خضم هذا يعني النظام اللي قررته الوزاره ديال المجموعات الصحيه الترابيه. بحال حنا دابا خاصنا غير هذا النظام نمأسسوه، الوغ كو خاصنا نصلحوا ما يمكن اصلاحه ونعوضوا هاد الممرضين ولو بقليل على داكشي اللي كافحوا وناضلوه في الجائحه وباقي لحد الساعه. فنعاود نكرر المطلبين الرئيسيين والاساسيين ديال حركه الممرضين والتقنيين الصحه هما الانصاف في التعويضات عن الاخطاء المهنيه وكذا تحسين شروط الترقي. وشكرا لكم. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.